حالتنا بالويل يا رئيس معادي طلع فينا. هلا الوزير بارود ما كان يقشع بس انت تطلع. عن جد انه قويت بالايطالي على افلام الاستاذ الكبير امبورتو ورماني. لن انت انا تاتي انتو فكرتوا لبست اورانج لاني عوني؟ مش مزبوط، لبست البدلة السوداء بالكوليس طلعت فاقعة شوي قلت بلبس اورانج. عبالي قهوة بس الغالي تجارة من الرابية خالص خالص على المكتب رايح. Ladies and gentlemen, the man with no limits, Mario Basil. كوميدي نايت اورايت يا شو الجمعة الحلوة قوات وتيار حد بعض شو حلو يا تشيز كيسكم جميعا اللوك يا كيس البعد الوطنية كتير حلوة يا سالو صبا شتوية حلوة تلجات حلوين بدنا كستنا بدنا نبيت بدنا كبيبيت هاي صباح كيفكم جميعا تشيز everybody hello beauty lot of beautiful ladies in the house tonight كيفكم جميعا كيس لبنان everybody كيس لبنان وين كيس لبنان كيس لبنان وكيس اخت الحالي راسي عم يتشربك بعد كل نشرة اخبار عربيا خربانه ما في رئيس مطار عم نحضر فيلم امريكاني اضخم من افاتار شرق اوسط جديد عم ينطبخ عالنار مش طالع شي بالايد عم نحضرونه كل بوشار زين العابدين من الماضي صار ولحقوا حسن مبارك وتحركوا الزوار الزيب بخبر كان دم بالبحرين فقسي على الفيسبوك شعوب عم تندار لبنانيا في 8 طرقوا 14 اذار سعد شاف المئات عامل انهيار شلح الجاكيت ب13 أدار فجأة والعيد بدرع ويا ويلك يا بشار هالبلد ما رح يزبط والعطرة عاليمين جنرال بطريقته بدو يحارب الفساد بابر حيوان سؤالاتك افتراضية جنرال بالسؤال شكيتو هلا اتنية انا المين انا شو انا المصدر انا السبب انا يلي بقرر اي ساعة بطولع حرب ما حدا غيري نضيف ممنوع تسألوا كيف برد بشرازي بس تتمسوا بالحليف حليف السوري القصفك بالقصر الجمهوري سكتوا حردقجية ما تتدخلوا باموري يه 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 لا 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 هالحكي مش مسؤول طبعا 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 ولك طالما سعد عم يرفع ما بتتركوه قطعا شو ما كان اللون وتغيرت الظروف حتما يا ليمون بعبدا ما رح تشوف حكيناك بالمحبة بالمتنبي ونزار قلتلي ترك السياسة بلش كتابة أشعار لكل كل 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 شباب الطيار ما تنسوا يلي صار ما تصدقوا هالختيار ولا يمكن انه ننسى ال 11 مليار لا يمكن زيح عن خط بثماني أدار هلقتني أنا ختيار بس أخذت الأكترية بس كرمال الكرسي بتضحي بالمصلحة الوطنية أنا الإصلاح والتغيير الليمون والعصير أنا بتصرف ما تسألوا عن التفسير وقعت لك هالسقوط سياسيا وشعبيا تفاجأت لما شفتك مسيطر وزاريا عم تفقد المبادئ كلامك ما بيفيد ممكن بكسر لك سنينك وجهي ما تعلي هالإيد عفوا يا حكيم رقوها كرمال الله عفوا يا جنرال طريها بتنحل ان شاء الله عفوا يا لبنان يلي ايامك ما بتتحلى عفوا يا سوريا عفوا يا نصر الله تعودنا على الاعتبار الى اين يا بشار نعم للسلاح نعم ل14 دار عفوا للجميع يلي لاحقني بضيع بمشي على كذا خط بس مبدئي ما ببيع حبوا بعض ميك لاف نعم ميك لاف ترخوصوا كل الشباب شلحوا الجاكيتات والبنات علوا السرنجات الكل يعمل مثل سعد حبوا بعض حبوا بيروت دعوا للخير يفوت وللشر يموت يلا دعوا معي يا خير فوت ويا شر موت يا خير فوت ويا شر موت يا خير فوت ويا شر موت يا خير
كيفكم؟ سافا؟ ما عم بسمعكم منيح، سافا؟ alright، أهلا وسهلا فيكم بكوميدي نايت سيزون 5، أحلى جلسة الليلة، عن جد أحلى جلسة. هيدي تامن سنة لكوميدي نايت، نعم مستمرين مستمرين، لعبنا وين ما كان بكوميدي نايت، لعبنا في أمريكا، لعبنا في كندا، لعبنا في دبي، لعبنا في مصر، إيه لعبنا بكايرو، هي اسمها كايرو، أنا شغل أنا كان عبالي ألعب ببزيزة، أمنا لعبنا بكايرو، حظ ما في. وقت لعبنا كان حسن مبارك كان عم يلعب بكايرو، هلا حطوه بالحبس عم يلعب بمطرح حد كايرو. لا ماشي حالنا منيح، من فترة كان عندي ناس قالوا لي فظيعين فظيعين، هادي تاني مرة منحضركن، قلت لهم هيئتكن من حمص ما فهمتوها من أول مرة. انتو بتعرفوا شو كاتبين على الحيطان بحمص؟ كاتبين فليسقط بشار وتحيا سوريا الاسد. لا هدول نكات عن جد، بس حرام حرام شو عم بيصير بحمص، حرام شو عم بيصير بسوريا، اكيد نحن ضد القتل ضد العنف، عن جد غريب غريب هيدا النظام كيف عم يعمل هيك مع شعبه، غريب نحن ولا مره عملوا معنا هيك، هيدا نظام ماهر بالتعاطي مع شعبه. بس هلا طردوها لسوريا من الجامعة العربية، مشان هيك عم بتفكر تفوت بالاي يو بي. 8 سنين صار عمرها كوميدي نايت، نعم 8 سنين، هو 8 سنين هو سن شو؟ هو سن السؤالة، فصرنا بعد اسأل، بس صرنا كمان اجرى، والبرهان فوتت هشام العوني، فوتت هشام العوني، فوتت هشام العوني على كوميدي نايت، هيدا برهان انه نحن نجرؤ حيث لا يجرؤ الاخرون. هلا مع توني ابو جوده بتوصل كوميدي نايت لارقى الفنون للفاين ارت، ومع هشام نوصل للارض. بس قدرنا وصلنا بكوميدي نايت بالسيزن 5 ليلي السياسيين ما قدروا يوصلوا له، وهو مسرحية الوحدة الوطنية. ايه عنا من كل الاحزاب بكوميدي نايت، عنا من كل الطوايف، عنا جنيد زين الدين درزي، عنا جنيد درزي، عنا الباقي كله مزاحية. بس لا عنا وحدة وطنية، عنا وحدة وطنية وكتير طيبة، تاتيانا، وكلنا منمزح مع بعض ومنتساءل مع بعض وما حدا بيزعل، هيدي هي كوميدي نايت، تقبل الآخر، هيدي هي سيزن 5، فك ذا وور انجوي لايف، هيدي هي الماريونية السياسية. بتحبوا تفوتوا معنا بالماريونية السياسية؟ مثلا شو الفرق بينه وبين غير أحزاب؟ غير أحزاب شعارهم مثلا الكلاشن الكلاش، نحن شعارنا الحمامة، حمامة السلام. اوكي سؤال، في ليله اورانج بالصال؟ في اورانج بالصال؟ انبسطتوا؟ جبنا هشام على كوميدي نايت، انا انبسطت اكثر منكم لانه هلا وسع الماركت تبعنا، ووعدنا هلا هشام قريبا ببرفورمانس بملعب الرايه بالضاحيه. تتخيلوا كوميدي نايت بالضاحية؟ تتخيلوا كوميدي نايت بملعب الراية؟ بتتخيلوا مليون زلمة عم بيصرخوا لبيك ماريو باسيل، لبيك ماريو باسيل، لبيك ماريو باسيل، وانا قوم اطرقهم ما اطلع لايف، اظهر على الشاشة، اظهر على الشاشة وصير نكت على الحزب وما يقدروا يطالوني. حلو حلو يكون عندكم حدا من 8 أدار، بحس حاله الواحد قوي، بحس حاله مدعوم، أنا هلأ ببلش فكر ما أدفع فاتورة الكهرباء. بعد صار فينا نكت على بعضنا نحن مرتاحين، مثلا هلأ عشو مثلا جبران باسيل مش عارف من ما بده يجيب الكهرباء، ما الجنرال عطول مكهرب يعطينا منه. أوكي سؤال تاني، في الليلة 14 أدار بالصال؟ سلامتو للشيخ سعد، سلامتو، ضلينا نقول انه الشيخ سعد منه مسافر يحوي بالقلب لحديد ما طلع على جبال القلب وكسر اجره.
بس بس 14 أدار فيكم تاخدوا السبريات من أصحابكم العونية لنكتب على الحيطان سعد راجع. سعد راجع. مبروك لتمويل المحكمة الدولية. مبروك لتمويل المحكمة الدولية. وأخيرا طلع القرار الظني وانكشفت سرية التحقيق. شو طلع القرار الظني؟ 45 صفحة يا جماعة، 45 صفحة. بالمنار طلع معه جملة واحدة: تعرض موكب الرئيس الحريري لانفجار بسبب جرة غاز. بالاو تي في طلعت معهم جملتين: نقلا عن قناة المنار تعرض موكب الرئيس الحريري. اوكي بدي ارجع عيد السؤالين لنعرف مين الاكترية، لانه ضعنا ما عدنا عارفين الاكترية الوهمية، الاكترية الجديدة، الاكترية العتيقة. علوا ايديكم كرمال الاجواء. اوكي، في 14 اذار الليلة بالصال، في اورانج وثمانية اذار الليلة بالصال، الباقيين شو؟ اشتراكية. دعوا الاشتراكية، ما عادوا عارفين نحن 8 ولا 14. 8 ولا 14. وليد جنبلاط بيبرم ونحن هن بيديروا 8 ولا 14. 8 ولا 14. اصلا اسمه الاصلي لوليد جنبلاط وليد جمب اللط. وليد جمب اللط نط واجا عند الاخوان، هلا رجع نط مدري وين اجا. فخش امديد لشرق اوسط جديد. شو عم بيصير بالعالم العربي يا جماعه؟ بيقولوا عمول منيح وكب البحر، قتلوا بن لادن وكبوه بالبحر، بس ما فرجونا صورته. قال كتير بشعة صورته مع رصاصة بوجهه، كانوا بلا الرصاصة كان شكله حلو. بس يا جماعة يعني مش عم بيصير عن جد بالعالم العربي. هلأ بمصر قال بدهم يحبسوا عادل إمام، يعني إذا عادل إمام حبسوه أنا شو بيعملوا فيي؟ من وين بيعلقوني؟ لا عن جد يعني تتخيلوا اذا وصل التطرف يعني شو بيصير؟ انه مثلا الفيلم يلي فيه بوسه بحط بيصير للكفار فقط، او على الايفون، على الايفون والماكنتوش بيبدلوا التفاحه ببلحوا، وكبسه الانتر بيصير على بركه الله. بس انا لقيت الحل، انا لقيت الحل لجميع مشاكل الدول العربيه، انا لقيته للحل. مثلا بالبحرين كل واحد ياخذ بحر ويريحونا، بالشيشان كل واحد ياخد شيش، بالجولان كل واحد ياخد جول، بإيران أما بمصر مبروك لمصر، فالحسن مبارك ونحن مبارك ما إجينا نجيب ميقاتي. يا نجيب ميقاتي، بس سعد مو قاتي. أنا كتير زعلت إنه فرطت حكومة سعد، عن جد كتير زعلت إنه من بعد سنة لعرفت إنه عدنان السيد حسين وحسين الحج حسن وعلي حسن خليل والحج حسين خليل مش نفس الزلمة. شلوة هلا رجعوا احفظوا عن جديد. أنا كان بدي حكومة تكنوقراط يا جماعة. إيه تكنوقراط، لا اسمع تكنو وانبسط بالكراط. anyway ما تلوموني على الكلام البذيء بس الجريء، يعني بس انه السياسيين عنا مش احسن، انه صار فيه باللانجاج انه كل هوا وست بوزك وياخذ ما بعرف شو سرامه وصبابيط، انه معقول وين وصلنا عن جد؟ وكبيت انه انا مثلا هيديك الجمعه اللي عرفت انه السرمايه مش مثل الصباط، انه السرمايه شيء اقرب للمشايه. كان معي خبر؟ كان معي خبر؟ أنا ما كنت عارف، يعني لو ما هشام صاحبي وبيفهم بثقافة الصرامة ما بحياتي كنت عرفت، كنت بعدني جاهل لهلا. لا عن جد عن جد يعني وين عم نوصل بلبنان؟ وهلا على شمال لبنان يعني عن جد في مشاكل. إنه عرفتوا مين آخر واحد مفقود هلا بوادي خالي؟ بتعرفوا مين آخر واحد؟ زين العتاد نزل من البارابانت على وادي خالي، كان عم بيفتش على نبتة للأسف السريع، نبتة اسمها أتيت عمهلي. ما نحن رجال دايما منجرب نلاقي الطرق لنطول فترة اللذة. شو هي فترة اللذة؟ فترة ما قبل الأورغاسم. كل واحد من الرجال عنده طريقته، كل واحد عنده تكنيك. دولة الرئيس شو بتعمل حضرتك؟ أنا شخصيا لطول فترة ما قبل الأورغاسم بفكر بوئام وهاب. Thank you. يا
Ladies and gentlemen, put your hands together for Tatiana. Da 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 Tatiana, Satsula la Tatiana. Da 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 Tatiana, Satsula la Tatiana. Da 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 Tatiana. لل انتم انا تاتي او للاصحاب انا تاتي، وانتم الاصحاب يعني كلكم فيكم تعيطوا لي شو لا في رجال خايفة من نسوانا. في رجال بالسال؟ بطل في رجال؟ طب في بنات بالسال؟ عيب على الشباب هيك، عيب. من جديد، في رجال بالسال؟ حلو، يعني شو فيكم تعيطوا لي؟ برافو يا قوية. هلا نسوانكم محضورة ما بيضلوا لكم شيء بس بالسيارة. تاتي ايه؟ مبسوط فيها لتاتي عم تتطلع فيها؟ طب ما يا حياتي انا اذا ما اطلعت بتاتي بمين بدي اطلع؟ بماريا. عن جد عن جد نحن اللبنانية مش كول، بس كل هدفنا انه نبين كول. مثلا البنت الاوروبية بتشتغل كل السنة لتعمل شيء انتريسان، تسافر شهر فاكانس مثلا. أما البنت اللبنانية فبتصرف كل مصرياتها على اللوك لتقول للعالم لوك أنا شو لابسة. كوتشي، لوي فيتون، روبرتو كافالي. وصلت على النايت كلوب، على الموسيقى الأجنبية بتبين إنه هي كتير كول وإن ويا يو. أما وقت اللي ببلش العربي كيف بتصير بتفصل؟ اللي بتأثر بالنورة، اللي بتأثر بالنورة، يلا كنا سوا يا جو. عيون الشباب هي بحالة مغرورة، هي بحالة مغرورة. شفتوا الشباب كيف زقفوا للتنورة؟ بس صبايا بيناتنا، ما انبسطوا وقت سعد شلح الجاكيت؟ انتوا الشباب بتلحقوا السياسة 8 و14 مظاهرات ومشاكل، قرفتونا ولو؟ بينما نحن البنات منلحق السياسة حسب شكله. مثلا انا كل يوم بعلمه لجوزي فرش سنانه كرمال يصيروا مثل سنين مصباح الاحدب. يقبرني. نعمل كل يوم 3-4 ساعات سبور كرمال ما يصير عنا كرش مثل كرشه لمحمد راد. وبنعمل بوتوكس لشفافنا كرمال يصيروا مثل شفافه لحسين الحاج حسن. بس ما حدا مثل سعد، هدوليك كلهم بيشلحونا، ما في الا هو الوحيد يلي شلح لنا. Ladies and gentlemen, please welcome سعد الحريري to Moulin Rouge. ما بدنا سلاح، بدنا سلاح، يلا سلاح سعد. ما توقف هون، يلا سلاح، يلا سلاح بعد. كاتيا شاع ار بي جي ام 60 تحت الارض مطبوبين، صاروا خايفين لما شلح سعد الدين. سلاح بتصير مرتاح. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? المرأة تريد إسقاط البنطلون، لا رعد لا جعجع لا عون. نحنا ما بدنا غير سعد هون. سلاح سلاح يلا avec moi ce soir. Non. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? أيها القوم لقد عدت إلى جزوري. الجاكيت أولاً.
Ladies and gentlemen, give your ears for the young Junaid Zainuddin. Hello everybody. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بغض النظر إذا بتحبوا لسعد الحريري أو لا، إذا كنتوا 8 أو 14 كلكم مرئين بكل السياسيين بحياتكم بلا ما تحسوا. يعني أول شيء بيخلق الواحد بيكون ما بيعرف يحكي، بيكون مثل كارلوس إدي. أنا عندي زيزي. بيكبر شوي بيصير مثل سعد الحريري. ضربوني. على 6 سنين 7 سنين لا شعوريا بيصير صوتك مثل سامي جميل. بكل بساطة ما بحب البتاتا، ما بحب حدا يفرد علي شو بدي اكل، ما بحب حدا يفرد علي شو بدي اشرب، ما بحب حدا يقول لي شو بدي اعمل. بفتكر صرنا كبار لازم نعيش بحريتنا، واللي مش عاجبه يلعب معنا يروح يلعب بقدو، يروح يلعب بقدو توت توت. بعدين بتطق جوزتك بتصير بدك تصير رجال بس بعدك ولد، بصير صوتك مثل الامير طلال ارسلان. بدي دخين، بدي اشرب، بدي احضر شخيره وما حد نشيله معي. بعدين تفلت على الصبايا بتصير تنط من بنت لبنت، بتصير مثل وليد جملاط. يقبروني شيخينك تعي لهون، تقبرني رقبتك قرقوش الدينتك البنكرياس القفص الصدري. نعم رفيق غازي، رفيق غازي بدي رقمه، بدي اقرطه، بدي اقرطه بيت شعر للتمويه لا اكثر ولا اقل. تزهق من الحياة كلها بتفكر تتجوز، ويمكن تتجوز ويكون زواجك فاشل، فبتقرف بتصير مثل محمد رعد. لعم بقلبك ولكن عم نتسلى انا وياك شو نقبر عقلبي وتزوجتك. خلاص يا بابا عم نحضر اخبار خلاص. لعم بقلبك. وهون بتكبر العيلة بيصير عندك احفاد بتخوت عليهم بتصير مثل الجنرال. هلا تني قولوا 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 وكشدوا وخي ولا تني قولوا بعدوا عنه. اسكتوا. تخيلوا انه هو السياسيين في ناس بيموتوا كرمالهم، في ناس بلبنان بتموت كرمال سياسيين، بس فيكن تتحملوا يكونوا هو السياسيين ناس طبيعيين مثل مثلهم؟ فيكن تتحملوا سليمان فرنجي يكون الويتر على طاولتكم مثلا؟ قد ايه بيضحك ولادكم؟ يعني انتوا اخذتوا تبولي، اوه انتوا اخذتوا حمص. او سمير جعجع بيعلم ايروبكس، اذا الحكيم بيعلم ايروبكس بتكبر عضلاتكم عمايل وحده، لانه 1 2 2 2 2 2 طبعا طح طح ما. ثانك يو. وقد ايه في ناس هون بيناتكم بحبوه لسعد الحريري، فيكم تتحملوه لسعد الحريري يكون هيدا الشخص اللي بيوعيكم الساعه 8 على بكره عم بيبيع كعك؟ كعك مزعج. هو السياسيين بلبنان، والسياسي بلبنان صارت كلها نكايات. يعني اذا بتحضروا المنار، شغله المنار تخوف العدو الاسرائيلي. انا لبناني عم خاف صراحه، عندهم برامج مرعبه. اكثر واحد بخوفني اسمه المنار الصغير، هيدا الاولاد الصغار ها ببلش هيك. هذا البرنامج برعايه المسابح النوويه، تمتع بالاشعه ما فوق البنفسجيه، شاطئ رملي للرمايه للاطفال، ومع كل 10 غطسات بيطلع لك غطسه مجانا بمياه غزه النقيه لتحرير فلسطين. وناخذ اتصال. الو مين معايا؟ معك حمودي من الضاحيه الجنوبيه. يا حمودي سمعت السؤال ولا بعد لك اياه؟ لا عد لي يا حاج احمد ما المعروف. كنا عم نسال اذا بج صاروخ رعد واحد باسرائيلي كم شقفه بيروح؟ 3 شقفات 4 شقفات ام 5 شقفات؟ 5 شقفات. برافو بتربح معنا قاتفة بسفن تتسلى فيها بالبوره انت واصحابك. ايه كثير رعب المناره. مش بس المنار رعب، حتى طريق جديده فتوا مؤخرا على طريق جديده، عندهم ملحمه المحكمه الدوليه. في فروج القرار الظني كمان. ها فظيعين نحن اللبنانيه شو كرييتيف. ليك نحن وين بعدنا بالسياسه، وليك وين صاروا بالخليج، طوروا بلدهم حسنوا بلدهم، نحن بعدنا بالسياسه. عم تحضروا دعايات خليجيه؟ هاي دعايه حضرتها من يومين، شوفوا مال الافكار فظيعين. بابي بابي اشتريدين يا بابي، ابغى اصلح الدراجه. لا لا تصلحي الدراجه قبل ما تصلحي اسنانك. سجنل تو اسنانك قويه. شو خاصه بهاي؟ حلو. وهلا كله كرياتيفيتي بميل، والسعوديه بميل تاني. هلا السعوديه عامله كامبين اسمه البركه بالشباب. شغله هيدا الكامبين انه كل الشباب السعوديه يصيروا يساعدوا بعض ويحلوا مشاكل بعض. ببلش هيك الكامبين. ايش بي عبودي مضايق؟ عبودي ايش بيك مضايق؟ مضايق لانه ابوي يضرب امي ويدعس على راس اخوي الصغير ويلبط اختي مثل الكره.
بس يمكن أبوك يكون معصب. البركة بالشباب، شكرا على هذا الحل، إنني فرح إنني فرح. ما في شيء نحن اللبنانيين نشوف حالنا فيه غير شغلة واحدة بس، تلفزيون لبنان. لا عن جد، هلأ التقال طلعت الإذاعة الوحيدة بالعالم بتعمل انترفيو لايف لناس ميتة أكثر من 60 سنة. Thank you ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please welcome هشام حداد تبع لول. بتصير فونستك أكيد. قال بيقولوا العونية متعصبين. انتو فكرتوا لبست اورانج لاني عوني؟ مش مزبوط، لبست البدلة السوداء بالكوليس طلعت فاقعة شوي، قلت بلبس اورانج. هلا مثل ما شايفين ضعفين 24 كيلو. نعم ضعفين 24 كيلو على حبوب زين. اشتريتهم ليطلعوا لي شعر، ضعفوني 24 كيلو. يمكن ما عرفتوني بالبدلة الاورانج، انا تبع لول. اعيش كل حياتي تبع حدا تاني. بس بالطريق الجديدة أنا مرتاح، لأنه بالطريق الجديدة أنا تاع لول. وبالضاحية كمان مرتاح، لأنه بالضاحية أنا شو؟ تاعول لول. برافو. والحلو بالتاعول أنه أطول. للي ما بيعرف لول، لول هو بروجرام نكت من الزنار وبالنازل. هلأ ما أنه بالزنار وبالنازل قد بروجرام وليد عبود، بس أنه يعني مش إن هيك يا جماعة، في ناس بتلاقيني فيلجير. بس الصدمة قال أنه ماريو باسيل بيلاقيني فيلجير. بيلعب بكايرو بس قال انا فيلجير. مشان هيك رح اعمل لكم هلا تيست، رح خبركم نكتتين، وحده مرتبه وحده مش مرتبه، منشوف ايها بتضحك اكثر. اول نكته مرتبه بتقول واحد محشش، حشش كثير كثير حشش، قد ما حشش جيع، نزل على السوبر ماركت وصل هيك قال له مرحبا ريس، قال له اهلين، قال له مول معروف بدوي جامبون، قال له مدخن، قال له العمى شو عرفك. مرتبة ما بتضحك كتير. النكتة التانية بتقول بنت صغيرة ماشية ببيت أهلها، وصلت على كوريدور الأوض، باب أوضة أهلها مفتوح وأهلها عم بيعملوا سكس، وصلت هيك أوف شو هاي؟ شو عم بيعملوا؟ مش أمي هاي؟ مبلا أمي شو عم تعمل؟ هي. وقال أنا بدي حكيم نفساني لأني بمص أصبعي. نتيجة التست واضحة، النكتة اللي فيها سكس بتضحك أكتر بكتير. مشان هيك مكافأة مني بيطلع لكم نكتة فيلجير تاني. أبو العبد فات عم العبد، قال له الليلة تغيرت حياتنا، الليلة انكسر الروتين، جايب لك بوز جديد. قالت له شو هو؟ قال له بوز النسر. قالت له شو الليلة؟ هلا بدي. قال له هلا فوت اللقحة على التخت. فاتت أم العبد انلقحت على التخت، عربش أبو العبد على خزانة بوجه التخت وبلش عم اهلك ام العبد هذا البوز بده قياس مسافات، روقي علي شوي ام العبد، روقي شوي، هذا البوز بده سنتر، روقي يا ام العبد، روقي شوي علي. ركض ابو العبد نط قاس المسافات غلط، اجى راسه على حافه التخت. بلش اخ 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 اخ. قالت له العمى بقلبك، شو هذا البوز اللي بتنبسط فيه لحالك؟ هيك منكون أثبتنا نتيجة التست على الآخر، النكتة الفيلجير بتضحك أكتر بكتير. شي طبيعي يا جماعة، علم النفس بيفسر كل شي بالسكس. فرويد بيقول إنه الرجال بيخلق من بين إجرين المرأة، مشان هيك بيجرب كل حياته يرجع. اتهموني أنا بإفساد الجيل بلبنان من ورا لول. نحن بلبنان كيف منربي أولادنا؟ للو قرب حبيبي، للو قرب، للو ما تستحي، قرب للو، قرب قرب، فرجي الهبورة لعمه. بيكون عمره 6 أشهر بده يفرجي الهبورة. قديه بيكون الموقف بضحك نحن وصغار، قديه بيصير ببكي إذا كبرنا والهبورة ضلت هبورة. هلا لأخبركم عني أنا وصغير، أنا وصغير بصراحة ما كنت أزعر مثل ما أنتم مفكرين، أنا وصغير كنت أفهم بالسمك، أعرف كل شيء عن السمك، ما كنت أعرف ليه هلا أفهم بالسمك، لحديت ما يوم الأيام عرفت ليش. قد ما حضرت شاس إباش ناطرة لتقلب XXL. صرت أعرف كل شيء عن السمك على لحظة طلعت صياد. أنا وصغير يا جماعة ما كان عندي شواء أحضر غير XXL، كان عندي شواء بين XXL وتونامي ليليان. تونامي ليليان إذا بدي أحضرها كنت طلعت مجايجر أنا وكبير. تونامي ليليان ما بتزبط، بدي أحضر XXL. مش مثل أيام هلأ، هلأ الولد عنده كتير إشياء يحضرها. بس كمان هلأ هالأيام يا جماعة الإنسان عم بشوف كتير ظواهر غريبة على التيفي، ظواهر حلوة عم نشوف هالأيام. شيء كتير حلو
أكبر استديو أخبار بتاريخ البشرية، استديو أخبار الـ LBC. أكبر استديو أخبار هو أكتر أقرب لملعب باسكت، بس إنه بتفكروه استديو أخبار. بصير جورج قاعد لديما، ديما هل تراني؟ ديما هل تسمعينني؟ جورج إني أراك، جورج إذا ماني غلطان مبين علي. يا حرام على كارلا، مبيني هالقد قدام الشاشة، غائم جزئيا هالقد وكارلا هالقد. لا انتبه ديما، ما يفكروا انه نحن مقهورين، انك فليت من الاو تي في انه عم تقدمي نشرة الاخبار على الواقف، تستاهلي. هلا قبل ما فل وقلكن باي، لا قبل ما فل بدي خبركن، انا كنت احضر XXL. ليش؟ لانه كانت تعزز لي انتمائي الوطني، كانت تسهرني للسبعة الصبح لاحضر النشيد الوطني على التقل. انا من ورا XXL حفظت النشيد الوطني، بس مثل قلتها لانه النشيد الوطني بلبنان طلع مسروق. معكم خبر النشيد الوطني بلبنان لحنه طلع مسروق؟ بلا والله، بس نحن اصلا في غنية بنستعملها اكثر بكثير من النشيد الوطني. شو هي الغنية اللي بس يحطوها بالحفلات ببلشوا واحد هيك وواحد هيك؟ شو هي؟ 100% بلاير توني. القوات ببلشوا هيك، القوات ولا قوات وين؟ أصايل العوني ببلشوا هيك، وين العوني؟ شاب عوني عم يتساءل على بنت قوات بيعمل لها هيك على خصرة، بتفكر انه قلم، بكفي هيك على خصرة بفكر انه قطف، فجأة بيكسرهم بيصيروا اثنين طيار. معي واحد فرنساوي سهران، شو فكر؟ انه نحن الشعب اللبناني بالحفلات بنلعب لعبة الخيالات. حطوا يا سيفة على القعدة طايل، راح دغرى على الحيط وبلش زرافة، أرنب، وحاس إنه إحنا المهبيل مش هو. هلا قبل ما فل وقلكن باي، راح جاوبكن كلكن على السؤال المشهور اللي عم بيبرم براسكن. أنا ما بظهر مع أرزة، ليه ما بظهر مع أرزة؟ قال أنا مش ستيلا، بتلاقيني ناصح. Thank you ladies and gentlemen. And now here he is, Tony Abu Shaude. What's up, dog? You're a pathetic. بري. That's all. نعم، هيدا كل شي عم بسمعه اليوم من بعد ما صرت بابا. عن جد thanks، مرسي، خليكن قاعدين، ما في داعي توقف. عن جد كيف تتشقلب حياته فوقاني تحتاني الواحد؟ مش بس حياته بتتشقلب، البيت كمان بيتشقلب فوقاني تحتاني. يعني بيخلق حس الديكور معهم. حلو شكله الصباط هيك بقلب كرسي التواليت مثلا، عن جد حلو السلولار بالغساله، حلوين. بعدين بيقولوا انه تربيه الاولاد صعبه، انا صراحه اكتشفت انه ولا اهين من هيك. اكتشفت انه مبعوث غير كلمه وحده اتفاهم فيها انا وبنتي كل النهار، كلمه وحده مبعوث غيرها معها شو ما كنت عم بعمل. كثير هيني. No. فهيك مقضينا كارتونز صبح وظهر وعشية، الصبح تيجي، الظهر تيجي، بعد الظهر تيجي، بعد نص ليل تيجي بهالشغلة. بدنا نحضر أخبار، بدنا نشوف شو عم يصير بالبلد. لا كارتونز لدرجة صرت مهودس بشي اسمه كارتونز. صرت إذا شي نهار هيك بدي أحضر بروجرام سياسي عم بتخيلون كارتونز. هداك النهار شفت نايلة معوض فكرتها دورة. نيلا اكسلوغاتريس. او allons-nous chez tante Solange. او allons-nous manger des bonbons. حضرت وقام وهاب فكرته التيلي تابيز.
نفس البرميت، وفي واحد بيناتهم اسمه ديبسي. ديبسي هو ذاته. كنت هيك انبسط احضر القذافي قبل ما يموت، تخيلوا دونالد داك، على اساس لا دونالد داك بيفهم بالانجليزي ولا القذافي كان يفهم بالعربي. ماشي اقدر اللي بنفس الصراطه والخليجه بتنزل راح يجرون يجون الحلف الاطلسي والفرنسيين والامريكان خراي عليهم، مش يدون من الليبيا، ينزلوا الشارع، ينزلوا الشارع بيت بيت دار دار زنقه زنقه بخش بخش قول لهم هبطوا عشان ما نغرد الى الامام الى الامام. شو الزعيم اللي كان يحب بلده هذا فظيع. حضرت خطاب لعلي عمار كاني عم بحضر جريندايزر. فبعد ما سمعناه من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الأخ والصديق محمد رعد الفضاء دايزر شعاع اليد التي ستمتد على المقاومة سرقطعها، حضرت مرسل غانم بكلام الناس كأني عم بحضر حلقة من كيدز باور. مساء الخير. نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بالسنافر. معنا مباشرة من الرابية سنفور غضبان جنرال عون. مساء الخير. يقابله سنفور ثرثار عقاب صقر. أهلا وسهلا فيك معنا. ومعنا في الأستوديو السنفور الأزرق من 14 أدار جانو لابان أوغا سابيان. ويقابله من 8 أدار معالي الوزير السابق شرشبيل الفرزلي. سوف ألتهم هذا الأرنب الأزرق وأنقض عليه، أسحب له معلي وأكله وأعمل عليه. معالي الوزير رعبت الأولاد. كان معكم مارسيل غانم وودباكر. كل ما اسمع 8 و14 أدار مين بتذكر دغري؟ حدا راكد التاني راكد وراه. تومين جيري، برافو نادين. هيدا بيظبط هيدا بيخرب، مش معروف مين عم بيظبط ومين عم بيخرب. ذكروني بهديك الحلقة وقتها توم كان عنده كونسير أوبرا وجيري مثل العادة عم يخرب له إياها ويخليه يغني على غير موجة. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك. وانت فيجارو 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 صوتوا لجعيتا. بإمكانكم الآن إرسال كلمة انقرطنا على 1070. نعم انقرطنا، انقرطنا بجعيتا بس ما انقرطنا بالمحكمة الدولية، والمحكمة الدولية آتية آتية آتية. لا للمساومة، لا لكسر هيبة الدولة. أكمل أكمل أكمل. حسين الحج حسن. سمو محلو. الحمد لله على السلامة شيخ سعد. شو كسرت اجرك لتشحد عليا؟ لك سكوت. احلى ما احلى ما شو احسن ما ابعت لكم فرقة من فهود طريق جديدة. يا الهي يا ماما يا والدتي. بشو بدون يحاربونا بالاراجيل؟ عمال تنكتوا يا حج حسين. شو رايك بالقرار الظني؟ رايي فيك وفي حالو. رايي فيك وفي برايي حالو.
واكثر شيء رح يطلع لك راس رايه والربابه. يا سلام يا سلام يا سلام، سلمت شفاهك يا حج حسين. على كل حال الحقيقه بانت وبين انه جماعتكم اللي عاملينها. كيف جماعتنا اللي عاملينها؟ كذب، هيدا كله تلاعب بالداتا. شو؟ مين عم يلعب بداتا؟ عباس خراس. بس يا حج محمد حتسلمونا المتهمين؟ ان شاء الله حنسلم لك عليهم. وصل. قولكن يا جماعه ما خايفانين من محكمه لهاي؟ لا هاي ولا هيديك. يلا عد من حيث اتيت يا ابني. عد عد الى باريس. عد عد الى تلك الملاهي الليليه كالطاحونة الحمراء او الحصان الجامح. يعني مولاروج ووايت هورس. وايت هورس كريزي هورس يا حج حسين. الويت هورس في المعاملتين لقد فضحتنا فضحك الله ايها الابله. ايه حاج انا بعرفه للوايت هورس، حد الباربي هيدا. عباس خراس. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف عرفتوا انه كنت بباريس؟ لا تخاف، عم نتبع لك كل خطواتك عبر ذاك الموقع. توتر. على تويتر. نعم، وعبر موقع آخر اسمه كتاب الوجه. على الفيسبوك؟ لا يا خيي، فوسبوك. هذا هو. لعم لا أعمل لك آد ومنك فرند عندي. بلى، لقد أكسبتيتني. دخلت عليك في بروفايل مزيف، فتاة شقراء لهلوبة اسمها رورو المتفجرة. هيدا أنت؟ أف. على كل حال أمريكا عملت الفيسبوك وأسقطت مصر وأسقطت تونس وأسقطت ليبيا وقريباً حتسقطوا أنتوا حلفاكم. الموت لأمريكا. الشيطان الأكبر. تباً لك باراك حسين أوباما. أوباما. شو؟ اسمه حسين ومنه منينة؟ عباس خراس. تباً لك يا جورج دبليو سي بوش. بوش؟ بعطينا بوش أبوش حج محمد. حج حسين أنا مركز على الشتائم أرجوك، ما في كس ما في شيء، خليني ركز يا حج حسين. رورو المتفجرة. يا حج حسين أنا لست رورو المتفجرة. حج حسين ظهر لسانك من هالديني يا حج حسين فاجر. حاج مع خبر على المنظر، طلع عبالي ساندويش لسانات. بيطلع لك واحد سجق. وعباس خراس. اليد التي ستمتد على المحكمة الدولية. سندغدغها. أيوة. ونغنجها ونعمل لها مينيكير وبيديكير ويعطيكم العافية. يلا يا حرام، عم بيخوفونا من القرار الظني ومن المحكمة الدولية. لو بدها تجي أمريكا وأوروبا والعالم بيأسر. آخر همنا ما نحن وضعنا كتير مرتاحين. هيا صفقوا جميعا، صفقوا يا قوات، صفق اللهم. سلاحكن خطير، منقول سلاح ضد اسرائيل، بيقولوا سبعة ايار، منقلن في الها تفسير، مزبوط دعمتنا ايران ومنشوف حالنا بالاخوان. جنرال صديق حميم والحكيم واحد لئيم، ضلوا قاعد ضمع راب عم بينعي مثل الغراب، واللي بيقرب على السلاح بفتك فيه مثل السفاح، حاطين راسنا باليونيفيل رح يجي نهار يضطر يفل. نحنا نويل على اثنين على اسرائيل والأمريكان، رح منخلي أوباما يبكي ويصرخ يا ماما، قد ما يهوبروا الأمريكان عوضعنا كتير مرتاحين. رقص حج محمد رقص. بدن ياخدونا عالتحقيق، هالشغلة فينا ما بتليق، القرار الظني يا سلام، هيا عم يحضروا كتير افلام، هيدي افلام الامريكان ما بتمرق الا عالهبلان. قرار المحكمة الدولية من فرمولة الكب النية، طلع القرار الظني اخر همنا عم نغني. لا 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 نشم مية.
فينو لا للفيسبوك لا للتويتر لا للمسات لا للكالكوليتر طلعت معي كالكوليتر كالكوليتر يا غبي بهدلتنا Ladies and gentlemen, please welcome مصباح الأحدب. عم تتسألوا شو عم بعمل هون؟ هيدا تحدي كبير، تحدي كبير بيني وبين ماريو، ماريو صديقي، فبيقول لي مرة بيقول لي بدي أشوف إذا في سياسي بيتجرأ يطلع على مسرح. يعني لما شفت اللي مدعوين اليوم 90% من السياسيين بيطلعوا كانوا بيقدروا يقوموا بالتحدي بيني وبينه فقلت له جرب بس اللي ما قلت له إياه أنه اليوم أنا بدي أعمل له تحدي لماريو بعد ما أنا طلعت على المسرح بيجي على المجلس يا دولة الرئيس أو لا يعني مهم تشوفوا ماريو مثلا بالمجلس هلأي حقيقة كل الفنانين إذا بيطلعوا من وقت لتاني وبيعطوا وجهة نظر محددة مفيدة بيحطوا المكبر على أمور بتهمنا نحن كمجتمع فيمكن مفيد نسمعهم بمجلس نواب تصوروا ماريو مثلا هيك لا يا دولة الرئيس أبدا يعملها ماريو رحية الرسالة هي التالية شباب بالدنيانا نحن السياسيين نروق فهيدا اللي حملوني كرسالة ويمكن معهم حق زدناها شوي ما بيقولوا أخواننا الدروز أبديش هالقد يعني علينا صوتنا كتير أوقات كنا دبكناها مع بعض الزملاء ما شو إبراهيم مظبوط بس ما نحرزيني يعني ما نحرزيني بالفعل ما نحرزيني معهم حق يمكن ما لازم نعلي صوتنا كتير لازم نعلي صوتنا يمكن نقدر نعليه بطريقة تانية خصة أيام بقى الثورة وما الثورة مهمة الثورة ولكن صار لازم يصير في بناء الدولة هلأ أكتر من الثورة كمان ما بقى تكفي الثورة هيدا خير معليك هيدا خير فالمسج يلي كان هو التالي عم بيقولوا لي في دراسة بتقول انه السياسيين برا صوتهم صفر صفر هو المعدل اون ديسيبل فكل ما يزيد كل ما يكون الصوت عالي هلا المسج تبع الشباب انه على ما يبدو صوت السياسيين بلبنان بيوصل لعشرين ديسيبل بلا ما يكون على الصفر فعم بيقولوا لنا اذا بتحطوا صوتكم بالسياسه شوي لما بيكون في مناكفات واذا بدكم تعلوا صوتكم بتقدروا تعلوه بشيء ثاني نقدر نعليه مثلا بالفن او بالموسيقى ما هيك كم متبوكا بي كيت وبنه سيتو لي بارلي ميتس امريكانو عم بيخلص صوتي كل فالامور صوت اللونا Come te viene in cade di I love you oh, Americano, americano Oraggio شرعت حيث لا يجرع الآخرون لازم منك ساعتني نحن عم نشوفك بالمجلس ماريو عم تحكي مع الشباب نحن عم نفتخر أول رجل سياسي بيطلع على مسرح ستاند اب كوميدي كوميدي نايت مصباح الأحدب
أتشو. الليلة ريهانا وأمنم في لبنان، والخبر الصار إنه ريهانا اكتشفت إن لبنانية مثل سلمى حايك، شاكيرا وحسني مبارك. أول ما وصلت عبيروت حبيت الأرض، زفت الشعب لبيوت، غسيل من صرت بلبنان. كبرت عوعد مقتول، عأحلام مكسورة، الحقت مسؤول، ما وصلني غير عالجورة، فت بحيطان وبعدون عم بيفوتوني، تمروا سنين بالوراثي عم يلحقوني، زيت فرمية الوجه، زيت الشكل، زيت الدني، زيت العيلة، زيت اللقب من 30 سنة، زيت المقعد، زيت الجلسة، زيت المركز، زيت الكرسي، المشلي زيتها، زيت الفأسة، زيت الحزن، كل يوم نكسة، أمالي بوطن تاني، إيماني بلش ينهز، 18 طايفة فلتاني، عبادة والوطن غص، بطلت فرقاني معي، إذا الوضع بيخترب، عرفوني بشعاراتهم، وماني رح انتخب. وماني رح انتخب. Yeah. Really? Yeah. كيف بدك تنتخب ما انو منك لبناني؟ Yeah. ما لانو ماني لبناني ماني رح انتخب. Dog. Let's go. Yeah. هوليوود تتكلم عربي. اجمل الافلام الاجنبية باللهجة العربية. أقوى أفلام جاكي تشان باللهجة المصرية. قتلوا أهله، اغتصبوا زوجته، ذبحوا كلبه، وشردوا أولاده. فينك يا دادي؟ هو دادي فين؟ والآن جاء وقت الانتقام. صيدا هيها هيدا صيدا، ميني 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 يا حنوي مآميني. هيدا جو أشعر بالتايواني. منك لله يا وينغ شانغ شونغ، انا حشرب من دمك. يا ما يصحش، ده حمادة، ما فيش احترام في وسط المعركة. ايوه حمودي، ايه حبيبي؟
انت ما حكيتليش على البيبي ليه؟ ايه فيفي عبده ملاها في ميدان التحرير؟ تقول ايه؟ فيفي عبده ملاها في ميدان التحرير. فيفي عبده ملاها في ميدان التحرير؟ اه والله. روسيا فيفي. ضح 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 ضح. استنى ايه؟ ايه؟ احنا في افلام صينية. انا هعملك كفتة بالصينية. بعد هوليوود تتكلم عربي، بوليوود تتكلم عربي. أجمل الأفلام الهندية باللهجة الخليجية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اخبارك؟ الحمد لله. حوالك؟ الحمد لله. وش اسمك يا شب الحلو؟ اسمي جواد. جواد جواد جواد، عاشت الاسامي جواد. وانت ايش اسمك؟ تبغى تعرف ايش اسمي؟ والله تقول لي ايش اسمك؟ مصر تعرف ايش اسمي؟ ايش اسمك؟ اسمي جابر احمد احمد جابر جابر بن عباس عباس احمد جابر جابر بن احمد يا ناس. هذا هو هذا هو جابر احمد احمد بن عباس عباس احمد جابر جابر بن احمد يا ناس. هذا هو هذا هو جواد. أريد جسدك. كم مرة قلت لك مو قدام الناس؟ يفتكرون مخنفين. أنا خليل. يجي لك يوم تندم على ما سويت. أعطني كجة. ما في كجة. أريد كجة. ما في كجة. جواد أريد كجة. كجة نايب هنا. ما خبر المتر نجاري بس ياخذ فرصة شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ بيروح على البحر. ما اهدمك، لازم ياخذوك باهدم شيء انت. في واحد رح يغرق هونيك. اوه معلم لحظة. شو بك عم تصفر جنرال؟ اذا هيك انا بدي صفر قوات. لحظة خيي، صفيرة القوات بدها نص ساعة، بيكون مات الزلمة وخلصت المسرحية. اقعد اقعد فرش عن نسوان. اقعد شو بك؟ ما اسألك. اقعد فرش عن نسوان. اخر محل بشوفه فيه مايويل. ايوه. شو حلو لبنان. ايه اف يقبرنا انا. ان شاء الله هيدي تغرق. هي تغرق وخود على تنفس اصطناعي. حياتي انا. ايه ان شاء الله هيدي ما تغرق. ليك ملا كاوبوي. ايوه وهيدا يغرق. يقبرني الأورانج أنا. لك هلكني بالأورانج أنت خي. أوكي أخذت الحكومة مبروك، تركنا نتمتع شوي بالبحر. خي مين عم بيحكي سياسي؟ ليك الميول أورانج. يا حبيبي على الأورانج إذا هيك أنا. إيه يا حبيبي أنا يا قبرني. أوه إيه هيدا الجنرال تبعي أنا. يا قبرني الأورانج والليمون بده عصر هيدا الأورانج. يا برني يا برني يا برني الشموطة. جسم أخو شموطة. يا حياتي أنا. أوه لك هديك بقى هونيك لبسة مايو زيتة. زيتة يعني شو؟ يعني قوات. يعني قوات. يا برني القوات والزيتة والحكيم أنا. أيوة يا برني يا برني يا برني الحكيم يا برني يا برني الصدم. شو بك عم تطلع هيك؟ هديك خصنا.
بس انه قوات نظري عليها بس مش اكتر. شفت انه الزيت اقوى من الاورانج؟ ايه انا كرمال هيدي بقلب. اقلب على الكرسي. ايوه يا حياتي انا ايه. دق الخطر على البواب بعد من الايام الصعبه. ايوه شنيل شنيل. ليك شو بينبسطوا منك اهل الشنيل هلا. ايه يا حياتي أنا. بلا زيتي بلا اورانج بلا بلوط. ليك الازرق ليك يا حياتي. ليك الخصر الحرير ليك. هيدا يوم السعد. ايوه ليك الخط الازرق يا حبيبي على الخط الازرق. هيدا الخط الازرق يلي بيفصلك من تلالك فرشوبه وبتنزل منه 100%. حلو كتير. هيدي المي اللي عم يتخانوا عليها على الحدود على الخط الازرق. شفتها هيدي هي المي. بفهمهم 100% مينيموم. تفرج 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 كيف عم بيجرفها الطيار. طيار المستقبل الازرق. ولك هاي لك هاي شو وحشة يا لطيف. وحشة يا برن انا شو هيدا. هاي وحشة. هيدي نمر. هيدي نمور الاحرار. يا دوري شمعون. ايوه دوري. يا حرام يا دوري ليه بيقولوا انه ما في غيره بالحزب. يا حياتي انا لا 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 نو لا مش مسموح. فاول. تسمع مني لحقت وصفرت. قوم فقعه زبط زبط. ايه زبط بالطه. اه بالطه. ايه ولو ليك هذا الاسد. الاسد حليفك بس حلو طالع. اوه لك هاللبوة. لك 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 ملا الطيارة قاطعة من ورا. شفت ولا الطيارة؟ ما حدا شافها كله عم يطلع على طيارتها. يا حبيبي انا اوه لك الفوشة احلى لون. الفوشة للجميع. الفوشة للجميع للجميع. شو هيدا؟ هيدا بدها زيت ومساج يا حبيبي انا. لك ملا خط. ايه ام تي سي هيدا يا حبيبي انا. بقولك هيدا مال الخط. اوف هيدا الخط يلي بيفصلك بين الكتلتين بين 8 و 14. ولك يقبرن اللحم الوطني على ايه. مش معقول شو لابق لك هالدور. ليك هيدا شو كلاس وشيك. ليك شو مرتبه ومهضومه عن جد. فيه كتير شيك وكلاس. بس يا زلمه كاني بعرفها. ما تكون ارزه. هاي ارزه عديدة لأرزة. لحظة شو أنا بعرفها. هاي مرت صحبنا. هادي مرت صحبنا. صفا توني بالكوليس. توني بالكوليس. برام 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 برام. كارلا توني بالكوليس. برام لعبة لكارلا. أوه الجمهور أمامنا والبحر وراؤنا. وراؤنا شو بكون لابسين؟ ما نحن على البحر. يلا اشلحوا. يلا اشلحوا. يلا اشلحوا. شلح. يلا. يلا أنا دوري. يلا يلا شلح. لا لحظة لحظة أنت ما لك حق. ليه ما لي حق؟ جماعة أنت من جماعة السلاح بترجاك. أنا من جماعة السلاح. حبيبي نحن تكتل الإشلاح والتغيير. حليفنا بحب السلاح. إيه بس حليفك لازم يستعمل السلاح أحسن له. كيف حليفي بده يستعمل السلاح؟ خيي خد محمد رعد على الحدود. سلحوا تيابه. اليهود بيكبوا حالهم بالبحر. هلا من بعد كل شيء شفنا مايويات ونسوان جاي تشلح لي محمد رعد. شلح لي حدا من عندكم هيك مهضوم لذيذ. شو قصدك من عنا يعني؟ حدا من عندكم هيك. لا عم بتنغم ولا ليدي قعقع مثلا. واو لا شباك شباك عنك على جماعتنا. ما انتوا عندكم بالتيار عندكم جيلبرت زوين. خدوها. لا معلم علي خليلكن اياها هي والسقيل جبران باسيل. ايه مزبوط جبران باسيل كتير سقيل. ايه. اذا بدك تحكي هضامي مزبوط. ايه. تحكي انطوان زهرة. انطوان زهرة هضامي. بعدين خيي بعدين خيي شو هالاسامي؟ النايب زهرة الوزير وردة. هيدا حزب ولا مشتل؟ اسكت احسن ما يركب مشتل. هلا لا انت بتعرف مين طلع اسرع زلمه بالعالم؟ مين اسرع زلمه؟ الجنرال قاطع بمشري. اوكي منك مهضوم.
شو هاي؟ ليك 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 ملا كرسي قاطع من هون يا حبيبي على الكرسي انا هي قبرنا يا انا يا حيات شو هال يا حيات يا حيات انا شو هالفستان جنيني هذا ولا فستان يا حي معك خبر انه هاي الله عطيها كل شيء الا شغله وحده شو نمري التليفوني ايه تليفوني لا تليفوني ايه تليفوني لا تليفوني ايه تليفوني انا شفتها قبلك وتليفوني حبيبي ما بدها هالقد مش قاسمين انا وياك خاصه على الحريم مزبوط مزبوط مع انه انت 14 وانا 8 بس متفقين على اهم شيء على شو على السكس قرب قرب حبيبي انت قرب يا عيني قرب لا مش انه بنعمل لبعض بعدين مش بس على السكس نينتنا متفقين انه ما بدنا نتجوز مزبوط انا ما بدي اتجوز ليه ما بدك تتجوز لشو لا تتجوز لشو لا تتجوز ولا اتخن رجال اتخن رجال رح تمشي مرته بالعصاية اوكي رح تعيشه بجو قمع وحرية انسى فهمت عليك اذا ماني غلطان يعني كأنك عايش مع صدام حسين بزيت البيت صدام حسين؟ ايه صدام مطاق عمرو انت قصدك حدا اقرب علينا من صدام مين اقرب من صدام؟ حدا اقرب علينا من صدام اف مين؟ صار فينا نحكي هلا لا بس مين؟ انت جبان لا حبيبي سوري انت كتير غلطان انا ماني جبان بس نحن العونية بطبعتنا يعني ما بنحكي على اصحابنا افردون شو هالصداقة المتينة العتيقة اصلا ما في صحبة غير من بعد قتلي بس ما انا كيف نسيت كيف نسيت ما هي شام هي شام وشو طلع برجه الاسد هي شام بس مي بيروت يو بيروت ايه. حبيبي انت مثلك مثل جماعة 14 اذار بلا ماريو نت انت ماريونات انت ماريونات مثلك مثل غيرك شو هاد اف اف شو هاد العمى عن جد انك قوات وين الموبيلات الرويال عن الرمان بعدين شو بيك صلا ساعة بنحكي سكس وما رح نتجوز هاي بالنهاية كله بيتجوز بالنهاية كله بيتجوز شوف انتو طيار الوطني ضلوا حر 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 اجا حزب الله واخدوا خطيفة ايه بس انت عم تتخيل ملا انجاز حزب الله وزواج مارونة هيدا منه زواج مارونة هيدا زواج متعة لك هيدا شو وطني اهلا بلبنان اهلا بلبنان اهلا بلبنان لك شو ارزة لحقتني لهون تفضل رئيس امور هاي جايز ما يكون عوني اس جي جد؟ ايه جد؟ ليك حبيبي في قناديل بالبحر؟ ايه مان ايه في كذا قنديل بس ما حدا منهم بيعص قد ناصر جد ما دومي طب الشت والبحر انداف؟ كثير انداف كل الكبيات والقنان البلاستيك مجليين وملمعين اوكي عادي ماكس روح تسبح وين ما بدك اهم شيء تبعد عن التيار ايه ايه بعد عن التيار ورجعت الكرسي يا قبرنا يا حياتي انا يا حياتي انا ولا كرسي يا حياتي شو هالكرسي يا تقبرين يا ولا كرسي استاذ 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 المسرح هون المسرح هون انتبه بفهمك بس مشان ما تصنج بس مش اكبر يا تابر عظامي ملا كرسي شو هالكرسي هاي؟ ليش أنا في شي دوخني غير هالكرسي؟ ما أنت مثل معلمك همك الكرسي بس هالمرة طبعا 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 أكيد 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 هيدا الكرسي جاي إلي هلا اتنية أنا شفتها قبلك وهالكرسي بونجور بونجور حبيبي بونجور لحظة 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 بس لحظة سوري بس في حدا يدهن لي ازي عم يستجيب لصلواتي اكيد في حدا يدهن لك زيت اكيد في حدا يدهن لك زيت المسيح هون بيدهن لك زيت ولو بيك شي براسك عم بتقلك بدي حدا يدهن لك زيت ولو توني بدي يدهن لك زيت ولو مش هيك مسيو زهرة كيف عم بيطلع فيها؟ مسيو زهرة بيدهن لزيت لا مسيو زهرة معلش خليني عامل له واسطة لو عوني خليه يدهن لزيت هيدا الكرسي لا ما تمزح معي اوعى تمزح معي عم تمزح
شوفي في حدا عم يغرق هونيك. هيدا لبنان. لبنان عم يغرق. لبنان عم يغرق. اعطيني الكرسي. اعطيني الكرسي لهونيك. ما تمزح معي. لك خلصنا بقى انت وياه. لبنان عم يغرق وانتو عم تتخانقوا على الكرسي. اوف. من كتب لك هالجملة مروان نجار؟ شو عطوني الكرسي لهون وروحوا خلصوا لبنان. عايزين نروح خلصوا لبنان. روح خلص لبنان. ماريو لبنان بدك خلصوا. ما انا ما بعرف اسبح. ما بتعرف تسبح؟ لا ولا انا. خيبك شي براسك؟ كيف شغلنا متر نجاري اتنيناتنا ما بنعرف نسبح؟ شوفي يا ما من زمان الاخوان حطوا لنا متر نجار رئيس وما بيعرف يحكم. حلو. وهلا شو الحل؟ شو الحل؟ خلص ما تعطلوا هم الحل، ما تعطلوا هم الحل. انا حل مات 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 الحل الحل مات. اه الحل مات. حل مات. حل على العلمات يا ابن الربعه على العلمات. شو الحل؟ الحل الحل مات. شو الحل؟ الحل هو عندك. يلا مرة واحدة هيدي الكرسي ننسيها خبية وتضل والعاني بينك وبينه والله مش عارفين كيف لازم نطفيها لا مش سوا وقفوا بالدور بلد على مكسيكانا وسلسلة بالدور تفنيس وكسب علينا دور الحقيقة انتور باراك حسين اوباما احمد النجار قولنا هالحمامة حمامة السلام براك حسين أوباما أحمدي نجار قولنا هالحمامة حمامة السلام براك حسين أوباما 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 أحمدي نجار 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 حلو عنا وانا بتغلى فضل السيد ما تعطل هم اوكي يلا جاهز اول شيء جاهز حاضر حاضر يلا منبلش اول شيء بتحط ايدك الشمال على خصرك هون هون اوكي ايد اليمين على الشعرات فتويل 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 نظره الى الفراغ فنجر عيونك بالفراغ هيك كثير منيح شنك الكتاف هز اجر اليمين برافو فتويل الشوارب هز فتول 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 وهلا شو بتقول الى اين الى اين الى اين شو هي التقليد يا طوني هذا التقليد والله عن جد فاكرين شغله عويصه انا بشرطكم فينا نعلمكم ليله تقلدوا كل الشخصيات السياسيه اللي بدكم اياها كلكم كلكم ما راح نقلدكم اطمنوا راح نعلمكم تقلدوا غيركم يلا اوكي شفنا وليد بايك هلا كلنا سوا يلا ايد الشمال على الخصر شباب صبايا كل جو. يلا استاذ غازي تفضل يلا استاذ غازي حنيت هذا رفيق الدرب رفيق الدرب اوكي ايدنا الشمال على الخصر يلا كلنا يعني كلنا شو واحنا من مبين هبيل هون يلا يلا اوكي ايد الشمال على الخصر اليمين على الشعرات من فتويل من فتويل من فتويل من شنك الكتف فظيع نظره الى الفراغ من هز اجر اليمين من فتوى للشوارب وهلا شو منقول؟ برافو بعد مرة كلنا سوا واحد اثنين ثلاثة إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين وليد جملات بعد النظام في الشام؟ أفضل أن أكون ستريبر في لاس فيغاس أبرم عليهم بجبل ترقوس هذا وليد القلاب أفضل أن أبقى ثابتا على مواقفي راقص عراضة في باب الحارة لا أكثر ولا أقل سدني ياك سد بوسك خلاص خرس أنا نسيت المبادئ والتضحيات وليد القلاب هذا وليد جملات هين 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 مين بعد في حدا هين؟ حدا كمان هين هلا ليك الجنرال بحب أتعلمه الجنرال برافو عليك بس صعب لا هو صعب شوي بالحياة بس هين بالتقليل يلا هين كثير بالتقليل الجنرال أوكي قاعد على بالكون بيتك اوكي عم يمرق السيارات على الاوتوستراد بسرعه قدامك كيف بيطلع الصوت برافو زيد من بعدها هلقتني هلقتني كثير منيح هين قول هي زيت هلا انت معصب هلقتني عصب عصب عصب
هلا اثنين بك يا خيي بيحمل بك يا خيي هلا اثنين سمير جعفر مين هون وين كان وخي لما كنا نحن وين هيدا هو هيدا هو هيدا كنتوا سمير اوكي عرفنا كيف يلا كمان كلنا من اليمين للشمال اوو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 
ولا اثنين. بعد مرة. اوو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 
لا يمكن. شو عم تعمل هون؟ أخي لا يمكن، لا يمكن هالأصوات المعتوهة هيدي اللي عم بتقول إنه أنا مؤخراً معصب بسبب الوضع بسوريا. أنا معصب شيء؟ لا أخي أنت رايق على وضعك. أخي مينك أنت وما بتوصل لزناري واحد عوني عم تمرق علي؟ وكما أنت الجنرال؟ أنا الجنرال؟ عم بقول لي معصب. هيا يا جنرال. هلا الحكيم. ايه اكيد. كيف الحكيم؟ عم تحكي مع ناس وما عم يفهموا عليك من اول مره. شو بتضطر تعمل؟ تعيد. نعم، يعني مثلا اكيد 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 طبعا 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 ما في شك ما في شك ما في شك ابدا بتاتا وقطعا. من بعد ما عرف انه الجنرال طلع له 10 وزراء. هلو. طيب توني، من بعد ما عرف انه سليمان فرنجية اخذ وزارة الدفاع. لا 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 لا. هين الحكيم، بس اعطيني طريقة اسهل فوت بالشخصية. بعد اسهل؟ حس وصعب بعد شوي. طب ليك، يمكن اذا قلدته بغنية بيزبط. اهين. بتعرف غنية الليلة دوب لمصطفى قمر؟ اف قديمة من. قديمة بس كتير بتزبط. ايه. يلا نجرب. يلا نجرب. ايو 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 شهود الزور عون محشور وليد بيدور الليلة دية وانا مقهور من التيار ومن الاشتراكية. غمضت عيني يا عيني، فتحت عيني يا عيني، كنا الكتار وصرنا نحنا اقلية. ايو 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 حلو. مين بعد فيه؟ هيك الكل بيكونوا مبسوطين كتير منيحة. اوكي هلا سليمان بيك. سليمان فرنجي. سليمان فرنجي. كيف سليمان بيك؟ بتعابير الوجه. بالوجه. اوكي. فت عند حكيم السنان وشكك ابرة بنج بشفتك الفوقانية هون. بتوجع؟ لا كثير هيك. بيطول ياخذ البنج؟ شي 5 ثواني يعني بس. يلا شو بدي اعمل؟ شوي. ايوه كثير هيني. قول شي. ما انت وهيك قول شي. يعني انا 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 بدي اقول شغله. ايوه. والشغله كثير مهمه وهي انه ايوه. ما في حاجه ما في شيء. كثير هين كثير هين عن جد. طيب الشيخ سعد كمان. الشيخ سعد الحديد. ولا هين. الشيخ سعد. الشيخ سعد. اوكي. انت منشار كهرباء. بدي اعلق لك. يلا اوكي. توقف جاليس. منشار كهرباء. يلا حط ايدينا هيك. معك. ليك شو عرفت ليش منعت الموتوسيكلات بطريق جديدة؟ ليش منعتهم؟ لأنه بيعملوا عون عون عون. حلوة. هي هي مين بعتي؟ ليك ديما بدها قولي على صوت عالي بركي منروح فيها كلنا الليله. معليه ميرسي ديما. منا حدا من 8 ادار كمان عن جد. طالما ذكرتي هو قال بتحطها فيها. شفتك شفتك. طيب اوكي حدا كرمالك حدا من 8 ادار. مين حدا دسم هيك؟ مين في حدا دسم من 8 ادار؟ محمد رعد. محمد رعد اكثر واحد دسم. محمد رعد كامل الدسم. محمد رعد. محمد رعد يلا كمان بتعابير الوجه. بالوجه. بالوجه. اوكي. اعطيني اشمئزاز. امتعاض. امتعاض. اقفهرار. اشبعثار. استاذ غازي ساعدنا شو في بعد كلمات خيبة. معجم حضرتك يعني شو. هو بدهم معجم لواحد يعرفهم عن جد. ليك ما في طريقة اسهل فوت بالشخصية؟ ليك في طريقة اسهل بس
تفضل ما تجبرني استعملها هلا. يلا كرمالكم بدك تعلموا محمد راد ولا لا؟ لا لا كرمالهم بليز طول. يلا كمان طيب طيب هيدي بدها تركيز كثير. معك مركز. يلا تفضل ركز معي. معك مركز. لا عم بقلبك وكما يبدو بأنك بدأت بالتنقيب عن الغازي باكرا وجعلت المسرح أشبه بخريات شمونة. عم بقلبك على الريحة شو آكل؟ كثير كبير. لا يلا فوت معي بالكاركتير يا ابن روح. لا شو قلت؟ لا 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 ما كل ما يتمنى المرء يضرطه بالفعل. تجري الروائح بما لا تشتهي الأنوف. لك تفو عليك. شو عمل؟ يلا يا أخوان كلنا سوا. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 شو لك؟ لا يا لا يا خي كيف بتعملها توني؟ انه يعني فكرك الكاميرا ما بتلقط الريحه بس بتلقط الصوت. خيي جربوها بالبيت. ايه صاله كبيره كتار اليوم. خلص ما بنعملها هون. ايه بكفي سياسه. بكفي سياسه نريحكم. لا لا معلش لا معلش مقلدينه كثير. خلينا نفوت بالفنانين. فنانين فنانين مين بدك؟ اعطونا شي فنان مهضوم صوته حلو كلهم بحبوه غير جو اشقر اكيد. صوته وائل كفوري. وائل كفوري صوته فظيع. وائل كيف وائل؟ بدنا نشوهه غصب عني. كيف فيكي وائل؟ كيف وائل بدك تصير عوني؟ اوكي بس بعدك متردد. هين كتير وائل كفوري هيك. لا لا مش هيك. ما وصلت لهالمرحلة هون بعدك هون ومتردد. شو هين وائل؟ بصير ما بصير بصير ما بصير بصير ما بصير بصير ما بصير. فجأة بك تفوت تحلق دقنك قدام المراية وبعدك متردد. كيف تعمل؟ لذيذ وائل فظيع. اوكي مين بعد فيه؟ ابو وديع. ايه جورج وسوف. جورج وسوف كلهم بيحبوه. كيف ابو وديع؟ لابس قميص ضايق عليك. اعتبر انه لابس قميص اصغر منك بشي خمس نمر. خانقتك مخنوق قرفان معقوص معقور مش طايق شيء مش طايق الدنيا عم تسلم على العالم انت وقرف. برافو هيدا هو هيدا هو. غني له غنيه انت وهيك. هلا بيحسدوني لما بضحك. وحياة رب الغالي على الغالي. شو صار بالصوت؟ ها خلص. ليه صار الصوت هيك؟ ما هيك مفروض يكون. بزعل منك وراس امي بزعل منك. خيلي ما خد معي بالكاركتر الروح. عراسي اهلا وسهلا فيكم جميعا. جو عراسي حبيبي. هلا اخوي اهلا وسهلا فيكم. مطعم اتلال بزازة رحب الجميع. يا لوي يا لوي يا لوي يا ما اسمع توني. لازم نساعد نجوى كرم. ليه؟ سمعت له اغنيتها الجديدة دم تستحتر دم تحتر دم تحت 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 دم تحت دم تحت. يا حرام ما معها تدفع للطبال. اوكي هيدا ابو وديع. هين ابو وديع. طيب ننتقل هلا للفنانين العالميين. لازم نعلمكم حدا عالمي. مين بدك؟ مايكل جاكسون. برافو ليجند مايكل جاكسون. كيف؟ بتمد ايدك الشمال هيك معك اليمين هون. اوكي وعند الاشاره اعمل مثله. واحد اثنين ثلاثه. يلا مدام. توني مايكل جاكسون بس للشباب اذا ملاحظ. خاصة بالاوت تبعه. ايه بقى ليش هو معروف شو كان اصلا؟ ايه معك حق. مات واخذ السر معه. ضيعنا الله يرحمه. ضيعنا. ليك خلينا باللبنانية اركز. طيب كمان اعطينا حدا لبناني بس قديم هيك. قديم شيء استاذ كبير اسطوره. استاذ وديع الصاف. استاذ وديع الصاف. كيف بالوج كمان الوجه. تعابير الوج. وجهك وجهك مشنج. بدك تعمل له اكزرسيسات تريحه. اه هين استاذ وديع خلص كمشته. لا 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 مش هيك. اعطيني جقره ضحكه تفاجئ. جقور ضحك تفاجئ. جقور ضحك تفاجأ. جور حاك تفاجأ. جور حاك تفاجأ. جور حاك
تفاجأ. كل هيدول بغنية. شو هين؟ كتير هين. يلا منجربه. يلا. لبنان يا قطعي سماء